Parce que ce qui a commencé, c'est le fruit d'un partenariat exceptionnel entre la Fondation ici dans cette magnifique académie de médias. اليوم كشتيو فتحنا البيبان ديال هذا البروجي جديد ديال مؤسسه علي زهوى اللي هي اكاديمي ديال تكوين اساتذين اللي غادي يعلموا في الدومين ديال لا كولتور لا فورماسيون دي فورماتور. وهذا الدومين ديال لا كولتور فيها واحد الاقتصاد والناس خصهم يفهموا هذاك الشيء، ماشي كل شيء غادي يولي ممثل مغني ولا مخرج، كاين ديغيير مور هذاك الشيء كل شيء كاين اون ايكونومي، هاد ليكونومي الي فات باغ الماناجمنت ديال لا كولتور كيف اي دومين. وحنا في هاد الاكاديمي كنديروا هاد التكوين جوستومون ديال لي فورماتور اللي هما غادي من بعد يعلموا الاطفال دراري في المغرب كامل، لا في الدومين ديال المهرجانات، لا في الدومين ديال ليفينمونسيال، لا في الدومين ديال المؤسسات ديال الجمعيات، شنو هما لي ميتي دو لا كولتور. دونك داكشي علاش داكشي مهم، علاش حنا تبارك الله البلاد ديالنا يبغي باغ سون ايدونتيتي لا ديفيرسيتي كولتوريل، ولكن ليدونتيتي دو لا ديفيرسيتي كولتوريل خاصها تتعلم، ال دو ايت ترانسميز ا ترافير نوتر كولتور. Et c'est important, alors quand il y a un vivier professionnel d'emploi à aller chercher dans le domaine de la culture, que jusqu'à présent on n'allait pas chercher, et j'espère, maintenant, grâce à des initiatives de l'Académie, grâce au travail qui est fait par les équipes de la Fondation Ali Zahoua et de toutes les ONG et les associations dans le domaine de la culture, qu'on va arriver véritablement à une مهم. تتواجدوا معنا اليوم في تدشين ديال أكاديمية مهن الثقافة. هذا المشروع هذا تم إنجازه من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية علي زهوى. هذا المقر ديال هذا المشروع تم تهيئته وتجهيزه من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة تقدر 1,900,000 درهم. وفي نفس الوقت المبادرة أتوفر واحد الدعم مالي باش نستقبله ونستمعوا ونوجهوا الشباب اللي بغاو يدمجوا في سوق الشغل عن طريق مهن الثقافة. العدد ديالهم 45 شابة وشاب اللي يحصلوا على تكوينات مدة 6 أشهر وعلى تدريب ديال مدة 3 أشهر ومن بعد يدمجوا في سوق الشغل لمدة لا تقل على 3 أشهر في المهن ديال مدير مركز ثقافي أو لا مدير مشروع ثقافي أو لا وسيط ثقافي أو لا مساعد ثقافي. وهذا الشراكة الحمد لله جات انطلاقا من تجربة ومن المتراكمة ديال مؤسسة علي زهوى والكفاءات اللي عندهم من مؤطرين ومكونين، واللي ان شاء الله تعاون تخلق واحد الدينامية على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي باش يستقطبوا عدد كبير ديال الشباب اللي تيهتموا بهذا المجال الثقافي والفني على مستوى العمالة وعلى مستوى الوطني كذلك.